معاناة السوريين في مناطق النزوح مستمرة، فالنازحون في المخيمات يتعرضون لانتشار أمراض مختلفة بسبب اضطرارهم للسكن في خيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة. انتشر عندنا بالآونة الأخيرة حبة سنة اسمها حبة تشماني حبة حلب، طبعا مع أمراض أخرى كالكوليرا وما شبه ذلك. طبعا السبب الرئيسي لا يوجد عندنا صرف صحي أو شبكة صرف صحي بالمخيم. يعزو أطباء في شمال غرب سوريا انتشار بعض الأوبئة كالتهاب الكبد الوبائي والكوليرا والليشمانيا الجلدية خصيصاً في المخيمات إلى انعدام شبكات الصرف الصحي المنظمة وانتشار المصارف المكشوفة بين الخيام، ما جعل من النازحين عرضة للإصابة بالأوبئة والأمراض، والمخيمات بيئة مناسبة لانتشارها. نشوف كثير حاليا حالات من التهاب الكبد الوبائي، اللي اغلب انتشار هاي الحالات للاسف عم بتكون بين المخيمات، وذلك يعود لسبب عدم توفر صرف صحي في هذه المخيمات. طبعا ايضا في فتره الصيف لاحظنا كثير انتشار لوباء الكوليرا، ايضا كان السبب هو موضوع الصرف الصحي طبعا، وعم نشوف ايضا حالات لانتشار مثل ما بسموها بالعاميه حبه السنه او حبه حلب داء الليشمانيا الجلدي. تنتشر المخيمات ومراكز الإيواء في عموم مناطق شمال غرب سوريا، وبحسب فريق منسقو استجابة سوريا فإن 1873 مخيما ومركز إيواء ومخيم عشوائي تنتشر في المنطقة يعيش فيها النازحون ظروفا إنسانية صعبة. فر النازحون من القصف والموت بالقذائف والصواريخ إلى المناطق الأكثر أمنا، ظنا منهم بأنهم في مأمن مع عائلاتهم، ليجدوا أنفسهم في أماكن فقيرة بأدنى الحقوق، غنية بالأمراض والأوبئة وما يسميه النازحون هنا بالموت البطيء. محمد الأشقر، العربية، محافظة إدلب.